هنا القدس دوت كوم. مرحبا بكم إلى أخبار العالم. إسرائيل تقر بناء وحدات استيطانية في منطقة أخرى من القدس الشرقية. الأمم المتحدة: قطاع غزة في أسوأ أحواله منذ 1967. الكرملين ينفي قيام نتنياهو بزيارة سرية إلى موسكو خلال فترة اختفائه. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين داخل نفق في قطاع غزة. رياضيا: في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، سيرينا وكليستاز إلى نصف النهائي ونادال يواصل تقدمه. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.